تتجه الهيئة العامة للمجلس النيابي إلى قرار قانون رفع السرية المصرفية الثلاثاء بعد أخذ لجنة المال والموازنة بمعظم ملاحظات رئيس الجمهورية وصندوق النقد، وسيطبق على كل من تعاطى شأن العام بمفعول رجعي ولاحق منذ سنة 1989 بحسب الخبير القانوني في الشؤون المصرفية الدكتور بول مرقوس. بعتقد أنه مناقشات مجلس النواب لقانون رفع السرية المصرفية رح بتكون أكثر للنظر بملاحظات صندوق النقد الدولي أكثر من ملاحظات رئيس الجمهورية، لسبب أنه صندوق النقد بيعتبر ملاحظاته شرط أساسي لتفعيل رفع السرية المصرفية، معتبر هو أنه بمذكرته بآخر آب أنه يجب منح لجنة الرقابة على المصارف والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع مباشرة حق رفع السرية المصرفية، وكذلك القضاء ما يمرقوا عبر أي هيئات وسيطة مثل هيئة التحقيق الخاصة وغيرها، يكون عندهم مباشرة إمكانية كشف الحسابات المصرفية خصوصا بالنسبة للموظفين العموميين ليشوفوا مدى إثراءهم غير المشروع خلال فترة رجعية، يعني بمفعول رجعي لصدور القانون. وهذا الأمر رح يكرس مفترض بجلسة الثالثة حتى تصير فعلا رفع سرية لغاية سنة 1989 حتى للمستقبل. لجنة المال والموازنة حددت الجهات المخولة طلب رفع السرية المصرفية من القضاء إلى هيئة التحقيق الخاصة وهيئة مكافحة الفساد ولجنة الرقابة على المصارف والإدارة الضريبية بحسب مرقس. بعتقد أنه هذه الملاحظات عم تضرب أكثر وأكثر ما تبقى من مزايا تفاضلية للبنان اقتصاديا دون أن ننظر إذا كان لنا مصلحة فعلا في تحقيقها مثل ما هي، أم علينا التوفيق بينها وبين مقتضيات الخصوصية، لأنه بهالبلد ما في لا قانون لحماية الخصوصيات والحياة الخاصة ولا في قانون لحسن إدارة المعلومات بشكل آمن، فجينا عم نرفع السرية المصرفية كيفما يكن إرضاء لصندوق النقد الدولي. أما رئيس الجمهورية فمارس صلاحياته بالمادتين 56 و57 من الدستور، ساعدها مجلس النواب إذا بده يرجع يأكد على القانون بده غالبية مطلقة من مجموع عدد أعضاء مجلس النواب، يعني عم نحكي عن 65 نائب، لكن لا أظن أنه سيذهب إلى ذلك، بل سيذهب إلى فعلا يعني الموافقة على عدد من التعديلات اللي بتعود خصوصا لصندوق النقد الدولي وأيضا لرئيس الجمهورية يوم الثلاثاء، فسنشهد أعتقد حلة جديدة من هذا القانون اللي عم نتوانى عن دراسته بشكل صحيح وبشكل آمن ويحفظ حقوق اللبنانيين أكثر منه إرضاء مصلحة صندوق النقد الدولي. ما نفع رفع السرية المصرفية طالما الأموال كلها سحبت حولت أو نهبت وانتهت الثورة وغادر الثوار دون موقوف بشبهة فساد؟ مروان قدوم، صوت لبنان.